بعض الناس هدانا الله إياه يدخل إلى مريض في المستشفى مثلا. 有些人生病 ماذا يقول للمريض؟ 去看望病人，如何去跟病人说？ أنت والله مسكين ولا تستحق هذا، وأنا إيش أصنع لك؟ أنا لا أستطيع أصنع لك شيء. 有的人见到病人说一些这个不好的话，你怎么样不好，我也做不到什么等等。 وأنت تعرف الحكومات ومشاكل وكذا، وأنت ممكن تموت أصلاً. 或者说一些说你就快要死了一些抱怨的话等等。 وهذه المستشفى ليست جيدة. 或者那个抱怨这个医院不好。 هذا كأنه هو أرحم به من الله. 好像这些抱怨，好像阿拉不怜悯他一样，说这样的话是不允许的。 هذا خطر عظيم. 这是非常危险。 المفروض المسلم الموحد إذا دخل على المريض ماذا أقول له؟ 一个认拜阿拉主义的人见到病人应该怎么说呢？ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 首先以伊斯兰的祝词来给他道平安。 لا بأس طهور إن شاء الله، يعني يقول هذا الذنوب هذه المصيبة تطهر الذنوب التي عندك. 应当说这个教法规定的话，说没有关系，病症可以消除，罪恶能够使你更加清这个纯洁。 يذكر هذا المريض بأن الابتلاء فيه خير لهذا. 提醒病人，你的疾病对你也是有好处的。 يعني لا يجعل هذا المريض يقنط من رحمة الله. 不要让病人绝望于阿拉的怜悯。 لا يرضى بالقضاء والقدر. 不要让病人不喜爱阿拉的定度。 نعم.